هدية تذكارية. تتمثل الهدية في مجسم لمبنى وزارة الداخلية يعلوه شعار الشرطة، ومن خلفه ثلاثة نوافذ متتالية تعبر عن مبادئ الأكاديمية: العلم، الخلق، الواجب. وتمثل خريجي دفعة 2020 من القسم العام، قسم الضباط المتخصصين والحاصلين على شهادة الليسانس بالحقوق. ويتوسط أحد النوافذ تشكيل فني ثلاثي الأبعاد لأبرز المشروعات القومية الكبرى التي تمثل انطلاقة نحو آفاق المستقبل. نسأل الله تعالى أن يحفظكم يا سيادة الرئيس، ويسدد على الحق خطاكم، إنه نعم المولى ونعم النصير.